هو حديث عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث من حديث جامع من أجمع الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهاتان الكلمتان جمعتا الدين كله، جمعت بين الإيمان وبين الاستقامة، جمعت بين الإيمان وما يتضمنه من إخلاص للعمل، من إخلاص في العبادة، وما يتضمنه من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وفعل بالجوارح، وبين الاستقامة التي أمرنا الله تعالى أن نسلك طريقها، والتي ندعو من أجلها في كل صلاة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام، قالوا يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، في الإسلام يعني في الشريعة، قل لي في الشريعة قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يطلب وصية جامعة، قالوا قل لي كلمة لا أسأل بعدها أحدا غيرك، الروح أتمثلها أطبقها أعمل بها فتكون خير لي في الدين في الدنيا وفي الآخرة. فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال قل آمنت بالله، وهذا محله القلب في الإيمان، ثم استقم على الطاعة، وهذا يظهر على الجوارح. وهذا هو خلاصة الحديث، هذا هو خلاصة هذا الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم، جمعت بين الإيمان وما يتضمنه وبين الاستقامة وما تقتضيها أيضا من عمل الجوارح. هذا الحديث نتوقف عند بعض من فوائده. أولا، أهمية الحديث هذا تتجلى وتظهر من خلال صيغة السؤال. كي جاء الصحابي قالوا يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فهذا يدل على أن الجواب سيكون مانعا جامعا يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. الفائدة الثانية، يدل الحديث على حرص الصحابة على طلب العلم، على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الحرص على طلب العلم، وهذا ظاهر من صيغة السؤال، فهي تدل على حب وشغف معرفة الجواب. قالوا قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وبقي ينتظر الجواب، ماذا سيقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينتظر الجواب بشوق من أجل العمل، من أجل أن يتوجه للامتثال لهذا الأمر. الفائدة الثالثة، أن السؤال مفتاح العلم، فمن طلب العلم فلا ينبغي عليه أن يستحي من سؤاله. من أراد أن يتعلم، من أراد أن يطلب العلم، فالسؤال هو مفتاح العلم. الفائدة السادسة، قوله آمنت بالله ثم استقم مرادف لقول الله تعالى في القرآن الكريم، أو هو تفسير لقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أو قول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله تشمل الإيمان، ثم استقاموا تشمل الاستقامة. بشرهم الله تعالى في الآية: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا الرابعة، أن الحديث هذا جمع أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، اللي هي قول باللسان في قوله قل آمنت بالله، واعتقاد بالجنان اللي هو الإيمان، آمنت بالله وما يتضمنه، ثم عمل الجوارح في قوله استقم ثم استقم. فإذا الخامسة، في قوله ثم استقم تشير في مضمونها إلى وجوب المجاهدة، فلا تتأتى هذه الاستقامة على دين الله إلا بعد مكابدة ومصابرة وصبر وجهاد للنفس
وحملها على طاعة الله حتى ينعم الإنسان بهذه الاستقامة فيسير على الطريق المستقيم حتى يلقى الله عز وجل. السير على الطريق المستقيم معناه الثبات على الدين، معناه أن يلقى المسلم ربه عز وجل وهو مستقيم على أمره، فيلقى الله عز وجل وقد صلح حاله في الدنيا وصلح حاله بين يدي الله جل وعلا. هذه عموما أهم الوقفات التي نتوقفها مع هذه الأحاديث في هذه المجموعة الأخيرة من سلسلة أحاديث الأربعين النووية التي وفقنا الله تعالى في الجلوس معكم مع هذا الوجوه الطيبة طيلة 5 أيام، قسمناها إلى مجموعات متتالية. يسأل الله تعالى لنا أن نشرح 21 حديثا حتى يكون التقسيم عادلا، بيبقوا لنا 21 حديث آخر لطبعة أخرى إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يكتب لهذه الدورة الاستمرار ويكتب لها النجاح والتوفيق والسداد، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها، ولعل وجودنا مع بعضنا ومدارستنا في هذه الحلقات لهذه الأحاديث دليل على الخير ودليل على محبتنا للخير وحرصنا على التعلم. نشكركم جزيل الشكر على حرصكم على حب تعلمكم. نشكر الناس اللي قائمين على هذه الدورة من جنود الخفاء ومن الجمعية الدينية للمسجد، أسأل الله تعالى لها الدوام والاستمرار إن شاء الله تعالى، وربي ينفع بها وينفع بالقائمين عليها من أساتذة ومشرفين ومن الحضور أيضا لنجاح الدورة بكم وبحضوركم وبشرف جلوسكم في مثل هذه الدورات، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قولا النبي وبينا لله عز وجل صوتك بالهدى ما أحسن أحسنت دندنة الحديث كأن